اعود اليك مهندس حسين ربما لنتحدث عن التجربه السعوديه وعن رؤيتها وعن الجناح اللي يعكس هذه الرؤيه برايك ما هي الخصائص اريد ان اتحدث هنا ربما ليس في الجانب الاستدامه او الرؤيه ولكن في جانب ربما الاقتصاديه نعم طبعا احنا في جناح المملكه العربيه السعوديه نركز على الفرص الاستثماريه الواعده وهي احد المحاور الاساسيه الفرص الاستثمارية الواعدة تحت ظل رؤية 2030 في تنمية على مختلف الأصعدة في جميع المجالات. جزء من جناح المملكة العربية السعودية هو مركز الاستكشاف. مركز الاستكشاف يحتوي على ألف نقطة تشرح معنى رؤية 2030. تشرح واقع 2030 والمشاريع القادمه باذن الله تعالى تحت مظله رؤيه 2030. آه هذه الألف نقطه تشرح عن الاقتصاد والاستثمار، آه تشرح عن التطور في مجال الصحه، آه تشرح عن التقدم آه الرقمي الموجود في المملكه العربيه السعوديه، اليوم المملكه العربيه السعوديه رقم واحد في التنافسيه الرقميه، وايضا مجال السياحه وهو مجال استثماري واعد في المملكه العربيه السعوديه على مختلف المناطق، الجناح يدعو الزائر. يدعو كل ضيف ان يكون جزء من قصه المملكه العربيه السعوديه وان يكون يستشعر روح هذه الرؤيه وروح هذه الفرصه الاستثماريه الواعده. هناك اهداف او تارجتس معينه؟ طبعا من من الجناح المملكه العربيه السعوديه هدفنا لكل زائر ان يخرج بصورة مغايرة تماماً عما كانت في ذهنه، بأماكن لم تكن تخطر في باله عن المملكة العربية السعودية، بثقافة متنوعة مختلفة. المملكة العربية السعودية فيها ثلاثة عشر منطقة في ضمن كل منطقة تختلف العادات والتقاليد أضفنا هذه لتجربة الزائر حتى في الطعام لنحكي قصة المملكة العربية السعودية حتى في فن الطهي والعادات والتقاليد الموجودة فيها هذا هدفنا هدفنا أن ندعي العالم أن يزوروا المملكة العربية السعودية أن يكتشفوا عجائب وطبيعة المملكة العربية السعودية وحضارتها والحاضر والمستقبل بإذن الله بالتالي هل هناك أرقام معينة مثلًا لعدد الزوار المتوقع للجناح السعودي خاصة اليوم يعني مع الافتتاح الرسمي كان هناك عدد كبير من الزوار اللي توجهوا لمتابعة هذا الجناح صحيح إحنا في الافتتاح التجريبي لإكسبو زارنا أكثر من ثمانية آلاف زائر أه. أه هدفنا بإذن الله تعالى أكثر طبعًا ملايين الزوار ما أقدر أقول أكثر من أه. كم مليون لكن أه. طبعًا في ضمن الملايين زائر لكن دعيني احكي لك انه احنا راح نستهدف حتى زوار مو بس الجناح السعودي لكن زوار اكسبو ببرامجنا 70% من برامج الجناح السعودي ستكون خارج اسوار جناح المملكه العربيه السعوديه برامج مختلفه برامج بمعنى متعدده يعني ثقافية. في أماكن معينة نعم. داخل الإكسبو في الفرسان في اليوبيل في مبنى الاستدامة في مبنى الأوبورتونيتي في الأجنحة المختلفة في إكسبو برامج متعلقة بالاستدامة برامج متعلقة بالطاقة المتجددة بالثقافة بالأدب بالعلم بالفن كل هذه البرامج تقدم بايادي سعوديه وفنانين سعوديين سيوصلوا رساله رؤية 2030 طب هذا عن التواصل الإنساني الثقافي وربما التسويق صورة المملكة العربية السعودية وثقافتها الغنية ماذا عن تواصل العقول على الصعيد العلمي ما الذي تطرح هنا؟ طبعا احنا في جناح المملكه العربيه السعوديه جزء من برامجنا تتكلم عن التطور العلمي عن الساينس اللي هو ستيم ساينس تكنولوجي انجينيرنج ارت اند ماث جزء من هذه البرامج ستقدم بالذات للأطفال فهي شريحة جدا مستهدفة نهدفها للتعرف على العلوم على التطور العلمي وتطور الساينز والتكنولوجي الموجود في المملكة العربية السعودية والاستراتيجية التي ستخدم مو بس المملكة لكن العالم كأجمع طيب باختصار يعني ما الذي تتوقعونه كجناح ممثل للمملكه العربيه السعوديه بهذا الحجم نحن نتحدث عن ثاني اكبر جناح هنا في اكسبو كاهداف مطروحه امامكم لايصالها سواء للمستثمرين للزائرين لبقيه العارضين وايضا امام الزائر العادي. طبعا طبعا المملكه العربيه السعوديه فتحت ابوابها للعالم اجمع، فتحت ابوابها للسياح، لضيوفنا الكرام، للمستثمرين، هدف الجناح ان ينقل هذه الصوره. صورة المملكة العربية السعودية الواقع الجاري الآن في المملكة العربية السعودية من مشاريع من طبيعة من تنوع ثقافي صورة لم تكن في ذهن الزائر سيخرج فيها يقول معقولة آه. بلغتنا معقوله هذا موجود في السعوديه ما كنت اتوقع انه هذه الاماكن وهذا الخيال وهذا التطور وهذه الفرص الاستثماريه في مختلف الاصعده موجوده هدفنا نوصلها لكل زوار اكسبو وال190 دوله المشاركه في اكسبو آه. نعم إذن شكرا جزيلا لك المفوض العام لجناح المملكه العربيه السعوديه في اكسبو 2020 بدبي المهندس حسين بن نبيل حنا شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لاستضافتي